بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بالحق، وجميع القوانين التي جعلها في هذا الكون هي بالحق. وإذا الإنسان خالف تلك القوانين فهو المتضرر. في نظام التكوين الله سبحانه وتعالى جعل الجاذبية وجعل النار محرقة وجعل كثيرا من الأمور الأخرى. إذا واحد قال بأنه لا يعترف بالجاذبية ثم ألقى بنفسه من شاهق، النتيجة شنو هي؟ النتيجة أن الجاذبية تسحبه وسيرتطم بالأرض، اعترف لو ما اعترف. هذا القانون يجري عليه. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل قوانين، الإنسان إذا سار على طبق تلك القوانين يتمكن من أن يعيش عيشة هانئة مرفهة من غير مشاكل. والإنسان أقصى ما يتمكن فعله في اختراعاته واكتشافاته هو أن يكتشف تلك القوانين وأن يطبق حياته على تلك القوانين. يعني مثلا الطائرة، هذه الطائرة الإنسان اخترعها من تعمقه في الطيور، نظر إلى الطيور واكتشف أن هناك قانون الريح، حتى الآية الشريفة تقول: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. فقلد الطيور فاخترع هذا الاختراع. وعامة الاختراعات هكذا، هي اقتباس من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهكذا في نظام التشريع، الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله ضمن تركيبة خاصة، فتبارك الله أحسن الخالقين، مركب من نفس وروح وبدن. كل واحد من هذه، من روحه، من نفسه، من جسمه، تسير ضمن قوانين ثابتة. إذا الإنسان عرف تلك القوانين وطبق حياته على تلك القوانين يعيش حياة سعيدة، وإلا ستكون حياته مليئة بالمشاكل. النظام التشريعي الذي الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا لتنظيم أعمالنا، هذا النظام
إذا الإنسان طبق بحذافيره حياته تكون سعيدة، وإلا إذا ما طبق حياته تكون تعيسة. لذا الآية الشريفة اللي تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة. لماذا؟ لأنه تركيبة جسم الإنسان، روح الإنسان، نفس الإنسان، هذه تركيبة خاصة يناسبها عمل خاص، كيفية خاصة. الله الخالق يعرف تلك الكيفية فشرع قوانين تناسب تلك الكيفية. لذلك في سورة آل عمران في أول السورة الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. ارتباط الآيتين شنو هي؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، فلذا يعرف تفاصيلك وشرع قوانين تناسب تفاصيلك النفسية، تفاصيلك النفسية والروحية والجسمية. إذا الإنسان طبق حياته على تلك القوانين بالالتزام بها يكون سعيد، وإلا يكون شقي. بس هذا في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك أنت تشاهد الآن الدول المتطورة، هذه الدول المتطورة صناعيا، سياسيا، اقتصاديا، لكنها مليئة بالمشاكل النفسية. الآن حسب ما يقولون بعض الإحصائيات، الآن أكو مرض يسمى مرض الكآبة، وباء العصر، وهذا المرض منتشر في الدول المتطورة أكثر من الدول غير المتطورة. حالات الانتحار حالات رهيبة جدا، وكلما كانت تلك الدول أثرى وأكثر ثراء حالات الانتحار تكون أكثر حسب إحصاءاتهم. الشعور بالفراغ والشعور بعدم معنى للحياة هذا منتشر. ليش؟ لأن السعادة ليست بالمال فقط. يمكن واحد يكون من أفقر الفقراء لكنه يعيش حياة سعيدة، ويمكن واحد يكون من أثرى الأثرياء لكن يعيش حياة تعيسة. ليش؟ لأن السعادة والشقاء يرتبط بنفس الإنسان، ونفس الإنسان لها قوانين خاصة. وتجي إلى البلدان الإسلامية وحتى في المجتمع المتدين، بمقدار ابتعاد هذا المجتمع المتدين عن أحكام الله سبحانه وتعالى المشاكل تكون كثيرة. مثلا طبعا المجتمع المتدين عدم التزامه بأحكام الله مو المقصود فقط الواجبات والمحرمات، لأن الواجبات والمحرمات هي جزء من الشريعة وجزء من الإسلام. القرآن الكريم فيه أكثر من 6000 آية، آيات الأحكام حسب مشهور الفقهاء 500 آية، يعني الأحكام في القرآن أقل من العشر، 1 من 12 جزء، بقية الأجزاء يعني 11 جزء من 12 جزء، يعني حوالي 92%. هذه في مسائل أخرى. الإسلام له نظام متكامل اجتماعي، نظام متكامل أسري، نظام متكامل اقتصادي، نظام متكامل سياسي، وهكذا في كل شيء متكامل، في كل شيء متكامل. الآن عندما نأتي إلى المجتمع المتدين، هذا المجتمع المتدين يصلي، يصوم، يلتزم بالواجبات، يترك المحرمات، لكن حصر الأمر في هذا معناه ترك الجوانب الأخرى.
وترك الجوانب الأخرى فيها مضراتها. يعني مثلا الآن تعال إلى المجتمع المتدين، تشوف ظاهرة العنوسة والعزوبة منتشرة. لماذا؟ لأن في مسألة، في المسألة الأسرية، الإسلام عنده نظام، هذا النظام لا يراعى. صحيح مو حرام، صحيح مراعاته مو واجبة، لكن إذا ما راعيته أنت تتضرر. قبل 3 سنوات قرأت تقرير في إحدى الصحف في السعودية، تقول في إحصائية أن في السعودية 1,000,000 بنت عانس فاتها قطار الزواج. 1,000,000 السعودية، ما أدري نفوسها إيش قد، هم يقولون 16 مليون، بس الحقيقة يمكن أقل. لماذا؟ لأن الإسلام بسط الزواج، إحنا نصعب الزواج. مجتمع متدين بس يصعب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. المناط شنو هو؟ دين وأخلاق. الآن المناط شنو هو؟ الشقة والسيارة والوظيفة. عادة، ما نقول دائما بس عادة، الإسلام بسط المهر إلى أبعد الحدود. صحيح يجوز وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار جلد الثور المليء بالجواهر والذهب، يعني يمكن يصير في 30-40 كيلو ذهب، جائز. لكن الرسول حينما تزوج زواجاته، والأئمة حينما تزوجوا وزوجوا، زوجوا بمهر السنة. مهر السنة جقد؟ مهر السنة 500 درهم. 500 درهم يعني 262 مثقال ونصف مثقال، يعني كيلو ربع فضة. كيلو ربع فضة الآن لعله أقل من 1,000 دولار، بس بالضبط ما أدري السعر إيش قد، لأنه العام الماضي سألنا، حدود 1,000 دولار. 1,000 دولار يعني تقريبا 3,000 مثلا 300 ريال، 4,000 ريال مثلا. زين، التبسيط في الأمور هذا مطلوب. الكماليات مرفوضة. إحنا عندما نصر على هذه الأمور معنى ذلك ابتعاد عن النظام الإسلامي. والإسلام له برنامج لكل شيء. يعني الإنسان قبل أن يولد في الحديث الشريف اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. نظام متكامل من قبل ما الطفل تنعقد نطفته إلى بعد وضع هذا الإنسان في قبره. أكو واحد يسأل سؤال، مثلا بعض الأحيان بعض أدعياء الثقافة وأمثال ذلك يسألون شنو هالقوانين، مثلا إذا تريد تدخل للمسجد أدخل برجلك اليمنى وهكذا هالأمور، يعني شنو هذا السبب؟ الجواب على ذلك، أولا هذه الأمور ليست واجبات حتى واحد يضطر بالالتزام بها، غالبها مستحبات أو مكروهات. لكن الإسلام يريد أن يربط الإنسان بالشرع في كل حياته. حتى تريد تدخل في المرافق الصحية لك حكم، أنت مربوط بالإسلام. أكو في الحديث الشريف أن موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله، خاطب الله سبحانه وتعالى، ما معناه؟ أنه أني في بعض الأحيان في حالات أستحي أن أذكرك. فرض فد واحد في المرافق الصحية مثلا في هذه الحالة، أستحي أن أذكرك. الله سبحانه وتعالى قال اذكرني على كل حال. يريد الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى دائما. الصلاة ليش موزعة على الأوقات؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. من دلوك الشمس يعني من الزوال تبدأ وقت الصلاة إلى منتصف الليل، غسق الليل يعني منتصف الليل، من الظهور إلى الليل، هذا وقت صلوات، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب وصلاة العشاء. من منتصف الليل إلى الظهر اليوم الثاني أكو فترة استراحة، لكن في وسطها وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الزوال، إلى غسق الليل يعني إلى منتصف الليل،
هذه وقت لا يخلو من صلاة واجبة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون صلاة الصبح. الإسلام يريد يربطك به في كل شيء. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلقني وخلق الإنسان يعلم كل خصوصيات الإنسان، فيعلم ما يصلح الإنسان مما يفسده. هذا اللي اخترع الميكروفون أو هذه الشركة التي صنعت هذا الميكروفون تعلم خصوصياته أو لا؟ تعلم خصوصياته. فلذا عندما يعطولك دفتر مثلا تشتري حاجة معها يوجد مطبوع يبين أن هذا الشيء كيفية الاستفادة منه وخصوصياته وكذا، بعض الأحيان كتاب أصلا يكون. أنت عندما تريد تعرف كيفية تشغيل هذا الجهاز إذا صار به عطب شلون تصلحه وكذا وكذا وكذا، تراجع إلى هذا الكتاب اللي موجود مع كل جهاز. زين ليش؟ وأنت تقول صحيح، هذا اللي اخترع الجهاز يعرف كل تفاصيله أحسن مني. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى لطيف، يعني يعلم الأشياء اللطيفة الدقيقة. كلمة اللطيف في الله سبحانه وتعالى لها ثلاث معاني: لطيف يعني لا يرى، لطيف بمعنى البر، بار بعباده، إن الله لطيف بعباده يعني بار، والمعنى الثالث العالم بالشيء اللطيف الدقيق الذي له دقة. لطيف وخبير، علم عنده بكل شيء. ومن ضمن القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم وهي سنة، وسنن الله سبحانه وتعالى لا تبديل فيها ولا تغيير فيها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا مبدل لكلمات الله. من السنن أنه لا يصح إلا الصحيح، يعني أي شيء خلاف القانون هذا يمكن في لفترة بعامل بقسر يستمر، لكن بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح. ولذلك احنا الآن نشوف هسه كمثال لتقريب الفكرة، الناس أي شيء جديد يأتي من اختراع من اكتشاف من برنامج في البداية يتجبجبون، لكن بعد بالتدريج تشوف هذا الاختراع أو الاكتشاف هذا البرنامج يعم الكل. لماذا؟ لأن فيه الفائدة والناس يكتشفون فائدته، لذلك بعد معارضة لفترة راح تشوف كلهم المعارضين هم يستعملون هذا. الكهرباء أول ما إجا حسب ما ينقله الكبار عن آبائهم الغالب كانوا معارضين إليه. ليش؟ لأن الكهرباء يكهرب، بعض الأحيان يقتل. شنو تجيب في بيتك شيء يقتل؟ وما أكثر من تكهرب وقتل بسبب ذلك. زين، ومنطقهم عنده، يعني أي معارض بدون منطق هو ما يعارض إلا فد منطق، وقد يكون لذلك المنطق وجه صحة أيضا. لكن الآن لا يخلو بيت من كهرباء، وكذلك الأجهزة المختلفة التقنية الحديثة، كثير من هذه التقنيات كانت تعارض. الراديو كان يحرم أصلا، حرام واحد يخلي في بيته راديو، بعد التلفزيون بعد الكفر الأعظم كان. لكن الآن لا يخلو بيت من جهاز تلفاز ومن إذاعة. ليش؟ لأن هذا الأمر يسهل حياة الناس، والناس يبحثون عن شيء يسهل حياتهم. هذا كمثال ذكرنا. أي قانون الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الكون، هذا القانون راح يفرض نفسه. القانون التكويني يفرض نفسه، القانون التشريعي أيضا يفرض نفسه. قد يصير به تأخير، لكن ما دام هو الحق سيفرض نفسه. لذا هاي الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإظهار بمعنى الغلبة،
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإظهار يعني الغلبة، ليظهره على الدين كله، هاي لام العاقبة. النتيجة أن دين الحق سيغلب جميع الأديان. هل هذا أمر غيبي؟ الجواب نعم غيبي، ولكن أمر طبيعي أيضا. ونفس الآية تبين العلة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأنه حق، لأنه صحيح يفرض نفسه ليظهره على الدين كله، لأنه هو الحق سيفرض نفسه. إذا تشوف الناس معرضين عن الدين، معرضين عن الإسلام، معرضين عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني غالب الناس، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بالنتيجة في يوم من الأيام هذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة يفرض نفسه، وهذا قانون طبيعي إضافة إلى أنه قانون غيبي أيضا، لا يصح إلا الصحيح. زين، الإنسان إذا التزم بالنظام الإسلامي المتكامل في كل شيء، أولا هو يشعر بسعادة، وكما ذكرنا السعادة ليست أمرا ماديا، أمر معنوي. وأيضا هو يقلل المشكلات في حياته من كل الجهات. مضافا إلى ذلك الله سبحانه وتعالى يوفق للمزيد، هذا في الدنيا وفي الآخرة هم معلوم بعد واضح. فلذلك علينا ألا نصغي إلى هذه النعرات وهذه الكلمات، والباطل له جولة، والإعلام بيد أهل الباطل، والسلطة بيدهم، والمال بيدهم. وطبعا من واحد بيد السلطة والمال والإعلام يسوي بهرجة، والإنسان إذا كان ضعيف النفس يتأثر بهذه البهرجة. وغالب الناس هكذا، الإنسان لازم لا يكون من هؤلاء الغالب. في الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه: لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي عليه الصلاة والسلام. ولذا عمار في يوم صفين قال: لو ضربونا بسيوفهم حتى أبلغونا سعفات حجر للأحساء. من العراق، أنت أحسب من صفين في سوريا أصلا في شمال سوريا، إلى الأحساء حوالي 2000 كيلومتر. إن نضطر بأن نتراجع ونتراجع ونتراجع، وهزيمة وهزيمة وهزيمة، وانسحاب وانسحاب وانسحاب، لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. حتى لو أني أنهزم عسكريا، لكن أعلم أني على حق. غالب الناس مو هالشكل، إذا ينهزم عسكريا ينهزم سياسيا ينهزم اقتصاديا. زين، وغالب الناس يحاولون أن يقلدوا كبارهم، الناس على دين ملوكهم عادة، أو يتأثرون بالإعلام. المؤمن لازم لا يتأثر بهذا الإعلام. في الحديث الشريف المؤمن كزبر الحديد، الحديد هذا ما يتأثر، بل أقوى من زبر الحديد، لأن زبر الحديد في الحرارة العالية يذوب ينصهر، والمؤمن لا ينصهر. ولذلك في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا بصير رضوان الله عليه، يقول للمؤمنين في زمان الغيبة: أحسن منكم، أنتوا تشاهدون وتشوفون وتسمعون كلامنا زين وتؤمنون بينا، ذولاك ما شايفين ولا سامعين كلامنا، وكلامنا بالوسائط واصل لهم وهم مبتلون، ومع ذلك يحافظون على إيمانهم، وثوابهم أكثر من ثوابكم، وثواب المؤمن في زمان الغيبة أكثر من ثواب المؤمن في زمان الحضور، يعني في زمان الظهور المبارك. بحيث أن أبا بصير قال الإمام: إذا هالشكل فإحنا لازم لا ننتظر الفرج، إذا ثواب المؤمن في زمان
حكام الجور أكثر من ثواب المؤمن في زمان الظهور، فخليه يصير ظهور، نبقى بهذه الحال. فالإمام رد قال لا، ألا تريد أن يكون العدل منتشرا؟ فأنت اللي تحافظ على دينك في هذه الظروف الصعبة، من كل طرف تهاجم، الإرهاب يقتل بك، الإعلام على كل حال 24 ساعة شغال ضدك، المال يشتغل ضدك، زين، آل سعود مليارات يصرفون لهدم الدين وللإرهاب وما إلى ذلك، والمؤمن مضطهد دائما ومع ذلك يحافظ على دينه ويتحداهم. هاي اللي يصير في العراق صدق شيء غريب، يفجرون، وكلما يصير تفجير الناس يصيرون أكثر إصرارا وأكثر تمسكا وأكثر التزاما، وكلما الإعلام يصير أكثر بالضد الناس أكثر يلتزمون. زين، هذا الإنسان إذا كان بهذه الحالة الله سبحانه وتعالى أيضا يفرج عنه، الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان إلى حد، إذا ثبت وأثبت الله سبحانه وتعالى ينزل نصره، لكن يحتاج إلى صبر. وزلزلوا مستهم البأساء والضراء، البأساء أمر نفسي، الضراء أمر بدني، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فنحن نستلهم إن شاء الله من بركة السيدة فاطمة المعصومة وأنتم في زيارتها، إن شاء الله تزورون الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الله يتقبل زياراتكم وحوائج مقضية ودعاء مستجاب إن شاء الله. نستلهم، وهذه ليلة المبعث الشريف الذي أرسل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، يعني اختار الرسول رسولا، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله هو كان نبي، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فالرسول كان نبيا قبل ولادته، ومن يوم ولادته كان نبيا، لكن ما كان رسول، يعني ما كان مأمور بالتبليغ، فحينما صار عمره 40 سنة صار مأمور بالتبليغ، وإلا هو كان نبي ويعمل حسب الشريعة التي أنزلها الله عليه سبحانه وتعالى، طبعا بتفصيل هذا بحث آخر، كان نبيا لكن الرسالة الأمر بالتبليغ كان عندما بلغ 40 سنة في غار حراء في ليل في يوم 27 من رجب، يعني مثل هذه الليلة الله سبحانه وتعالى أرسله للناس أجمعين. نستلهم من المكان المبارك، من الزمان المبارك، خاصة رجب، شعبان، رمضان، هذه أشهر الله سبحانه وتعالى يفيض رحمته فيضا، وهذه أماكن مقدسة لأن الله سبحانه وتعالى له بقاع يحب أن يعبد فيها، وأزمن أيضا استجابة الدعاء تكون أقرب. نستفيد من هذه الفترة لكي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم بأحكامه وبشرعه وبجميع الأنظمة التي أنزلها إلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها